بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء 8/12/2021، المسافة 3 كيلو من الغرب الشمالي، الساعة 10:30، درجة حرارة 26، جو مشمس، نسمة هواء خفيفة. اليوم الإطلاق الثاني من 3 كيلو. البارحة أطلقنا الرقم 1، للأسف صورنا الفيديو المسح فما أقدر ننزله، واليوم إن شاء الله نتأمل أن يكون 3 كيلو تجربة جيدة وما نخسر ولا حمام إن شاء الله. وهذه سلسلة من التمارين أن احنا كيف نوصل الحمام لمسافة 22 كيلو من الشمال الغربي من لوفت. التمارين الاعتيادية في المشاوير داخل جزيرة أبوظبي، ونقول إن شاء الله أنها تكون تمرين صباحي ممتاز نستمتع فيه. ومثل ما احنا شايفين الاستوكات عديم الخبرة، او خبرتهم اللي هم كانت خبرتهم اطلاق البارحة الكيلو والخبرة اللي معانا صار لهم سنين وعارفين المكان، ومثل ما قلنا دائما نشرك الخبرة مع قليل الخبرة او الصغار علشان تناقل الخبرات وتقليل الفاقد من الصغار يعني. وإن شاء الله يكون تمرين صباحي ممتاز في نسمة هواء يعني تعتبر متوسطة بالنسبة للحمام. دائما أطلق الصغار أولا وبعد ذلك نطلق الخبرة. الإطلاق كان على فترة مرحلتين، فعشان كذي الحمام طبعا بياخذ وقت لحد ما يكون تشكيل واحد إن شاء الله. تشكيل جيد، دوران على مكان الإطلاق. هذه من عوائد الحمام إنه هو ياخذ دورانه على نقطة الإنطلاق، يعني لازم يمر عليها قبل هو في الاتجاه الصحيح. نسبة الهواء طبعا مأثر عليهم، بس الجيد أن الارتفاع جيد اليوم. عادة الحمام يحب أن يكون قريب من الأرض، ما أعرف هي من العوائد أو من الكسل أو من، ولكن في الاتجاه الصحيح. الاتجاه الصحيح دائما كما قلنا هنا الدوران صحيح. الاتجاه الصحيح في مثل ما احنا شايفين عمدة الإنارة، وشايفين الخط الهوائي الكهربائي في امام الحمام. وهذا طبعا اشياء جيدة تعود الحمام على، وخاصة في النهار يعني تعود الحمام على انه يرتفع عن الاماكن هذه ويتحاشاها يعني. وهذه الخبرة اللي احنا